النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم استمرت الأجواء الصيفية المعتدلة خاصة فوق الجبال. درجات الحرارة استمرت حول إلى أقل من معدلات يعني مثل هذا الوقت العام. درجات الحرارة انخفضت مقارنة بالأيام الماضية، تحديدا خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس. خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن تستمر هذه الأجواء الصيفية المعتدلة إلى الاعتيادية خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في السهول والجبال، بينما تستمر حارة نسبيا في منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا منطقة العقبة. نستعرض الآن وإياكم الصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار لكميات قليلة من الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر من نهار اليوم. هي ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية، هي ما عمل على تشكل هذه الغيوم. هذه الغيوم المنخفضة كانت عبارة عن ضباب فوق القمم الجبلية الشاهقة. نستعرض الآن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع الحالي يوم الأحد. تستمر المملكة تحت تأثيرات هذه الكتلة الهوائية المعتدلة الحرارة. الطقس الصيفي معتدل فوق الجبال خلال ساعات النهار، مستمر خلال الأيام القليلة القادمة، لكن خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء باردة نسبيا، تستدعي لبس معطف خفيف أثناء الخروج من المنزل خاصة خلال ساعات الليل المتأخر، وخاصة أيضا خلال ساعات ما بعد منتصف الليل. خلال ساعات الصباح الباكر ترتفع أيضا نسب الرطوبة السطحية وتتشكل الغيوم المنخفضة مجددا فوق العديد من المناطق، تكون على شكل ضباب فوق القمم الجبلية العالية. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية مع 18 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 18 درجة مئوية، الرطوبة مرتفعة وهي ما سيعمل على تشكل هذه الغيوم المنخفضة، أما الرياح تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للعاصمة عمان خلال 3 أيام القادمة. تستمر درجة الحرارة أقل من معدلتين مثل هذا الوقت من العام. يستمر الطقس الصيفي المعتدل إلى الاعتيادي خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ليسود الطقس بارد نسبيا، مما يستدعي لبس معطف خفيف أثناء الخروج من المنزل. نذهب الآن لاستعراض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن الأردنية خلال يوم الاثنين. نبدأها من المنطقة الشمالية، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام. درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. المفرق 31 إلى 18، إربد 30 إلى 19، جرش 31 إلى 19، أما عجلون 29 إلى 17 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى، نبدأها من العاصمة عمان، 28 إلى 18 درجة مئوية. نفس الحرارة في كل من البلقاء ومأدبة. الزرقاء تسجل 31 إلى 19، أما البحر الميت 35 إلى 28 درجة مئوية. نذهب الآن جنوبا نحو الكرك، 27 إلى 17 مع أجواء مشمسة. الطفيلة 27 إلى 18، معان 33 إلى 22، الشوبك 25 إلى 18، والعقبة 36 إلى 26 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية. نبدأ من الأزرق، طقس صافي 35 إلى 20 درجة مئوية. الصفاوي 35 إلى 20 أيضا، أما رويشد 37 إلى 20 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.